ايوه كده يا وسيم. وسيم ماله وسيم ماله خفيف حبيبي دهورني يخرب بيت قلبك عشان خفتها تحمل الوزن ثلاث اسابيع قبل كده. صح قلنا الشباب شو عم تاكل قبل تسع اسابيع. حاليا اكلي عباره عن خمس وجبات. هو بيحب يحكي الاسرار بس رح خليه يحكي هلا. عم يبيني معلومات ببلاش. السلام عليكم، تحياتي للجميع. اليوم الفلوج الثاني من تحضير البطولة. حبيت هالمرة نعمل الفلوجات يكون معنا ضيف بفرجيكم التمرين الأكل. اليوم الضيف البطل ميشيل دعبول. ميشيل مثل ما الكل بيعرف بتأهل السنة لأولمبيا، تسع أسابيع عن أولمبيا. فاليوم رح نشوف شو بيأكل قبل تسع أسابيع، كيف نتمرن، شو الفرق بين التمرين أنا قبل ثلاث أسابيع من البطولة، هو قبل تسع أسابيع من البطولة. فشوفوا التمرين واسمعوا شوية حكي ومعلومات. يلا كده يا وسيم. يلا وحش، مثل ما نكون شايفين بعدني عم بلعب باوزان قدر الامكان. يعني طبعا السعرات الحراريه نازله كثير، البضيفات نازله كثير، بس قدر الامكان عم نحاول نلعب الاوزان. طبعا مثل ما نكون شايفين ميشيل كمان تسع اسابيع عم يكسر اوزان كمان له. بس الفكره هلا رح تسمعوا هو قبل تسع اسابيع شو عم ياكل. بطل كيلو للشباب، شو عم تاكل قبل تسع اسابيع؟ هلا حاليا اكلي عباره عن خمس وجبات. الوجبه الاولى ما باكل فيها كربوهيدرات. وجبه قبل التمرين باكل فيها 200 غرام بطاطا مع سمك. وجبه بعد التمرين كمان باكل 200 غرام بطاطا مع سمك. كل باقي الوجبات عبارة عن دجاج وخضروات. هذا أكل حاليا. الكارت تبعي هو عبارة عن 400 غرام بطاطا، 200 قبل التمرين و200 بعد التمرين. هذا وضعي حاليا. طبعا شغلي قلت لكم لما عملنا البودكاست نحن رح نحاول نستضيف من الكل. أكثر شغلي أنا استفدت منها شخصيا من ميشيل موضوع الكارديو. السنة أنا ما استخدمت ستير ماستر، استخدمت الكارديو الاليبتيكال المشي. يعني أول مرة بحس حالي بخسر حجم من إجريه. فمعلومة يعني أنا طبقت النصيحة فكانت كثير حلوة. ثاني شيء هلا بعد هالمجموعة رح خليه يحكي لكم كيف بزين حاله، كيف بتراقب وزنك كمان. هو بيحب يحكي الأسرار بس رح خليه يحكي هلا. عم يبيني معلومات ببلاش. عم يبيني معلومات ببلاش فيها هيك. فوتا وزن ماله خفيف. عم يدهورني عم يدهورني يخرب بيت قلبك عشان خفتها تحمل الوزن ثلاث اسابيع قبل البطولة. ما شاء الله عليك. واحد اثنين عاش عاش بس وحش ومر. نلعب واحدة باك سيت. نلعب الفرق هلا انا عم بمسك القبضة من هون لاني انا عم بركز على اللور لات. الظهر من تحت هو عم يمسك من هون عم بدور على سماكة بظهره. هاي الشغلات تفرق معنا من لما تكون بعيدة عن البطولة وقريب البطولة. لما تقرب من البطولة دائما بندور على السماكة شيء يدفش العضلة لبرا اكثر. بس لما اكون بعيد عن البطولة دور على الشغلات اللي بتعرضني اكثر. طبعا احنا لعبنا التوب سيت حطينا افضل وزن فينا نعمله. هلا رح نعمل باك سيت نجيب افضل عدد بنحاول نسيب كل الالياف العضليه موجوده عندنا.
سيمون. هلا نحن انا موضوع الاكل ضل مثل ما هو من الحلقه الماضيه. 150 جرام بطاطا على وجبتين، 50 جرام شوفان، وحوالي كل الوجبات عم بيكون 7 وجبات كاتون بروتين، وهدول 3 وجبات كارب. حاليا عم دخل يوم اعاده تغذيه واحد، ريفيد يوم واحد بالاسبوع وبس. هلا فكره الميزان بدي احكي لكم اياها. اكثر لاعب هلا هو ما بيحب يحكي الاسرار، بس معلش للمشاهدين بيستاهلوا، بس لانه بعد الحلقه الماضيه قالوا لي بقول هو بيجيب هالنشاف، يعني ما انا اكثر حدا دقيق بحياته بهي المواضيع وملتزم بشكل عام هو ميشيل. فلهيك ما تستغربوا من النشاف، لانه مره ماضيه جاني كذا تعليق انه مو معقول النشاف بالكارديو اللي عم تحكي عنه. كمية الكارديو عندي ما لها قليلة. أنا حاليا قبل 9 أسابيع من البطولة عم بعمل 30 دقيقة أول ما فيق و30 دقيقة قبل آخر وجبة، يعني ساعة وأنا قبل 9 أسابيع من البطولة وعم باكل أقل من 100 غرام كارب باليوم. أكل قليل كتير، 5 وجبات بس فرق، هو عم بياكل 7 أنا عم باكل 5، بس هو وصل للنشاف اللي بده اياه. هلا حاله حاليا عم يطعمي حاله للبطوله. انا نفس الشيء بعمل قبل البطوله، بزيد الاكل، ما بستنى لاخر 3-4 اسابيع لبلش احرق حالي. المكملات جوا التمرين احيانا بشرب اي كرمال هيك انه طعمه مع ثلج وهيك بعملها طيبه. هلا بتشوفوها مشيت اي اي جوا التمرين اساسي، بس اليوم نسيت الاي اي تبعي من سبلمنت نيد وما في نعيش بدونه. هيك متضايق شوي، عم بلعب اليوم لاول مره من بعد فتره طويله بدون احماض امينيه داخل التمرين. كويك كثير ممتاز، yes. تطلع على المسرح باحسن شكل لك. لازم تعرف انت قديش عم تخسر مي داخل نومك، لانه هي شغله كثير كثير مهمه عشان تعرف اذا انت لازمك مدرات ولا مو لازمك مدرات، جسمك كيف عم بتجاوب. هي شغلات كثير كثير مهمه. انا واحد من نوع الناس اللي كثير 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 بدقق على موضوع الوزن، ولا صار معه نفس المرض وسيم، كل يوم كل ساعه بشوف قديش وزنه بده يعرف تماما قديش. هاي التفاصيل كثير مهمه، لانه هاي التفاصيل هي اللي بتخليك من نهار البطوله توصل لاحسن شكل لك. بدك تعرف قديش عم تخسر خلال نومك مي، وقديش جسمك بحاجة أكل. هاي كلها الوزن بيحكي لك إياها. لا تخاف من وزنك، لازم تدرسه دراسة للوزن، دراسة دراسة نظامي، لأنه أنت كل جسم بيختلف من جسم للتاني. يعني اللود يمكن عند شخص يطلع كلى، يمكن عند شخص تاني لا ينزل فيه. فأنت بتراقب أنت شو اللود رح يعمل معك، أنت كل يوم الصبح شو رح يفرق معك الوزن بعد اللود. أوكي يمكن يطلع وزنك كيلو ولا كيلين، ثالث يوم بعد اللود قديش رح ينزل وزنك، كلها بتفرق معك هاي القصص. بس المتابعة دائما 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 كثير بتختلف، كثير بتختلف. يعني أنا هذا الشيء أول شيء فكرت ميشيل عم يحكي هذا، ففتح موبايله عم يفرجيني إنه يوم هيك كان وزني هيك، بعد الوجبة الأولى وزني هيك. قلت له عم تمزح، إنه أوكي أنا بزين حالي كل يوم لما أجي على الجيم، بس بعد الوجبة الأولى، بعد الوجبة الثانية، بعد الوجبة الثالثة. فلا الموضوع جدا دقيق، عاطيه ميشيل لحتى وصل لهالمرحلة، عاطيه 100% من وقته، عاطيه 100% من جهده وتعبه وتركيزه. ف مو طبيعي يوصل هيك، بس طبيعي بعد كل هالجهد يلاقي هالتغير هذا. طبعا وسيم حميل حميل حميل، بدي احمل اوزان ثقيله. يا ثانك يو. Cheers.
فارس كلاسيك. طبعا التحضير الطويل بيريحك اخر شيء، يعني حاليا عم بعمل 40 دقيقة كارديو بالكثير، وبظن اخر اسبوع ما راح اضطر على الكارديو ابدا لانه راح اكون واصل للنشاف اللي بدي اياه. طبعا هلا حاليا مثل ما حكيت انا السنه الجاي ما كان معي مدرب، كنت عم حضر لحالي. حاولت لخص تجاربي، المعلومات اللي استفدت منها اخر شيء بهي التجربه، الحمد لله كثير راضي عن النتيجه. بس اخر اسبوع قررت انه انا افصل، ما عاد افكر بشيء، سلم الموضوع لشخص بوثق فيه، ميشيل. طبعا ميشيل هو صديقي واخي وبوثق فيه، وطبعا هو ملك النشاف يعني. ف والموضوع مو انه شخص بحاجه مدرب، وسيم بيدرب 10 مثلي، بس الموضوع انت باخر اسبوع تكون خايف من قرار يكون صحيح. هو صحيح، بس لانه على نفسك انت شخصيا بدك عين، بدك عين، عين وحدا يفكر عنك وترتاح بالتفكير، حدا يقول لك شو تساوي بدون ما توجع راسك. لانه انت لما تكون التفكير مع نفسك احيانا بتلحق مشاعرك، مشاعرك بتقول لك ولي حاس حالي فلات، يلا لاكل، مع انه ما بيكون لازم الاكل، بس شعورك هو احساسك بالجوع بفكرك بخليك تفكر انت فلات. بدك تفصل مشاعرك عن الواقع، على الواقع شو انت بحاجه، بس ما رح تحسن انت عن نفسك تفصل هذا الشيء، لانه مشاعرك اقوى من شو انت بحاجه. بتفكر انت انه انت بحاجه تاكل لانه مشاعرك عم بتقول لك انا لازم اكل، انا جوعان وخايف انك تغفل، خايف تعمل القرار الصح. لهيك كثير ضروري انك تثق بشخص وتسمع كلمته شو ما كانت تكون. اذا جيت فاشل بالهار البطوله بتلوم الشخص اللي حضرك، هو ناطر هاي الشغله بس ما راح يلومني. لا تخاف. اكلت بحدود 600 ولا 700 غرام كارب بالنهار الثاني، اذا فقت وزنك اقل من 100 معناتها انت رحت فلات. بس السبب مو لاني اكلت قليل، اكلت 600 غرام كارب. حبيبي انا منيح، اذا انت فاضي تعالي عندي على بينوس بكبروا بقره، بدي اياك تاخذ جهازين على الجيم. الموضوع انت ما شربت مي بشكل كافي، لما ينزل وزنك مو معناتها انت ما اكلت بشكل كافي، انت معناتها ما شربت بشكل كافي. عشان هيك في عالم بتقطع المي بطريقه كثير قويه، بينزل وزنه بعد التحميل وبيفكروا انا فلات لازمني اكل اكثر، بصير بياكل 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 بياكل، بطنه بتنتفخ وما عم بيصير فل، ما العضلات ما عم تكبر لانه ما في مي بشكل كافي. هي ملاحظه كثير مهمه وكثير دقيقه، سجلوا معلومات ببلاش، والله والله معلومات ببلاش. لو بنعرفه من بداية تحضيراتنا أو شيء، بظن كنا اختصرنا وقت كتير، كنا اختصرنا وقت وجهد ومراكز راحت بالأرض كرمال مرة. أنا السنة الماضية عملت غلط وأنا بعرف إنه غلط، بس أنا كنت كتير خلاص مسلم الموضوع. فركزوا اسمعوا، عم تسمعوا الملخص الزبدي مثل ما بيقولوا. واحد بيتعلم من أخطائه، هاي الشغلات كلها انا تعلمتها من اخطاء كثير عملتها. اكلت صوابات لشبعت، تجربتي على نفسي. لما اعمل شيء بعمله هلا بشكل كثير دقيق لحتى اجيب احسن شكل لي. لهيك دائما 90% من الاوقات دائما بيجي ميشيل ناشف، دائما بيجي ميشيل فل،
لاني قبلت صوابات كثير وتعلمت كثير لهذا السبب بطلع دارس دراسه للشغله لحتى اطلع باحسن شكل لي. ميشيل لو هاي المعلومات اللي عندك هلا انت اللي الخبره اللي عندك هلا انت كانت معك قبل ما تحترف لنقول في تلعب 7 بطولات تحترف فيهم صح من اول مره بحترف مستحيل احتاج 7 مرات احترف مستحيل شغلات كثير بتفرق معك انا كل بطوله على البطوله بتلاقوني عم بتحسن موضوع معلومات كنز هذا الكنز هو اللي بيغنيك اللي بيطلعك باحسن شكل لك ونحن دائما عم نتعلم انا بضل بتعلم هو بضل بتعلم هي اللعبه فيها معلومات هائله ما بتخلص قد ما تعلمت بتضلك تلميذ وتكون العقليه عندك انك انت قابل تتعلم مو انه انا وصلت للقمه وما عاد اتعلم انه انت قابل تتعلم العقليه انه انا بسمع بطبق بجرب صح غلط تتعلم مثل ما حكي كنز يعني بحر ما بتخلص معلومات هي شغله ثاني شيء يكون عندك الاراده يعني اوكي حكينا على كل هالموضوع هذا يكون عندك الاراده كل يوم تفيق تزين تعمل تنزل تعمل الكارديو تبعك تعمل كارب ما تنق انا رايي العقليه انك انت يعني احيانا اذا انت بدك توقف في مو موضوع موتيفيشن وحكي وتحفيز وكذا بس لا احيانا كثير انت بتكون تعبان فارد جوعان طالع الكارديو ما لك حل تعمل كارديو بتطلع هيك بس انا لما فوز بتعمل ساعه كارديو انت شوي ثاني اخر شيء بتدمع عينك لانك انت بتكون عم تتخيل حالك عم تفوز 100% عاش بطل عاش عشت تمر لسوا كان سالم ها طبعا انا من ناحيتي قرب الكاميرا شوي بطل يا بتعمل عضلات يا بتعمل مصاري اثنين مع بعض بالتمرين ما بيشتغلوا هلا حاليا هو ليش ماسك الموبايل اكد لكم ان الشغله فيها مصاري الشغله اكيد فيها بيعه هلا انا بحب موضوع انك انت تعمل مصاري وتعمل عضلات بنفس الوقت بس مو بالتمرين بس انا هي بحبها انه اللاعب البودي بيلدينج يكون ناجح ويكون معه مصاري بنفس الوقت ما في داعي يكون ناجح بس عم يتدين كل شيء في شغل عضلاته ومخه كثير شغل ثاني هلا كل انا المره الماضيه حكينا انا ورالف شو بنستخدم هو عشان بنستخدم بالاوف سيزن انا كنت عم بستخدم قبل 3 اسابيع بعده نفسهم ما غيرت شيء بالخطه دخلت على تيستين بس هلا ميشيل اذا بحب يحكي لكم هو شو عم ياخذ هلا ما بعرف هذا الشيء برجع له مده التحضير بتلعب دور الحجم اللي انت بحاجته اللي تكسبه كمان بيلعب دور طيب. انا حاليا 600 جرام تستوستيرون 600 ملغرام تستوستيرون بروبونيت 450 ملغرام ماسترون بروبونيت و 450 ملغرام ريمبالون أسيتيت هذا اللي عم باخده طبعا في حبوب كليمترول تي 3 هي الاساسيات كمان للتنشيط هذا بالنسبه لي الكورسي البسيط you
وحش بطل وحش. وحش وحش. التمرين بيختلف، كنت جاي ما في باور ابدا، بلشت انا والوحش فجرت. دائما الحلو يكون بين لعيبه بادي بيلدينج في غيره حلوه، انا بحب الغيره الحلوه، بحب اشوف لاعب او زميل او رفيق يكون واصل لمرحله متقدمه غار منه، الغيره ما انا بالشيء بشح، بس الغيرة لأنك تتمنى له الخير وتتمنى تصير أفضل، بس مو الغيرة إنك تتمنى له الشر ويصير هو تحت تطلع أنت، لا هو يعلى وأنت تعلى، بالعكس هذا شيء كثير حلو. يعني أنا رأيي هلأ أول شيء لما طلعت حاولت ساعد لاعبين يطلعوا يوصلوا احتراف. ميشيل طبعا ميشيل كان بعيد، كان بلندن، ميشيل احتراف طلع تأهل أولمبيا، بيحاول كمان يساعد الكل. هلا هاي العقلية ما حدا بيفهمها، المشكلة الكبيرة اللي صايرة حاليا اللي نحن انا وياه ما عم نحكي فيها بس بيني وبينه كثير بنحكي، انه صار في بطولات كثير كل واحد صار بطل محترف، صار في عنا بسوريا يمكن ابطال المحترفين اكثر من اللاعبين، مو تنقيص منهم بس انتم بتعرف كل واحد بيعرف بينه وبين حاله انه خلص أنا صرت لاعب محترف، حتى هو بصير عدو حاله، ما عاد يطور حاله، خلاص أنا عدت هون، وهو بيعرف إنه هذا الاتحاد اللي هو احترف فيه، هلا أنا محترف فيه يعني انتبه، أنا محترف في الاتحادين، بس أنا مثلا الإليت بعرف إنه ما راح يوصلني لمحل، بس خلاص يعني بس ما بحكي، ما بقعد بقول أنا لاعب أنا خلاص، بس الحلو إنك تضل تطور بحالك، تضل تشتغل لحالك، فالحلو إنك أنت لاعب يكون من بلدك محترف واصل أولمبيا، بدل ما تحاول تصير انت منافس لإله لا تطلعوا مع بعض، ما في داعي تتمنى الشر للعالم وتتمنى انك انت تضل تكتب انا وانا 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 وانا، هو المشكلة هو بيعرف حاله، كل العالم تعرف حاله وين، كله بصير فيك ما بيتمنى الخير لغيره، بدل ما يتمنى الخير من بلده يتمنى له يصير مثله واحسن منه، لا بصير معلم بس بدهم اياه يفشل لحتى يشوف. المشكله انا وياه ما عم نسترجي نحكي، ليش ما عم نسترجي نحكي؟ لانه الخوف انه دائما رح نفهم غلط، رح يفهم حكينا غلط او حسد او دي ما بعرف كيف رح يفهموها، ونحن ما لنا بالوارد ابدا، بس صار موضوع مزعج، يعني صار موضوع مزعج انه كل واحد بيكتب القاب وحركات و ابطال العالم كله ابطال العالم، الالقاب اللي عم تنحكى طيب اوكي يعني انتم بتعرفوا شو الوضع، ف بس طوروا من حالكم، ما تاخذوا الشغله وتوقفوا محلها، يعني مثلا ميشيل جاب اول احترف، جاب اول بطوله محترفين، تاهل اولمبيا، وبعد اسبوع رجع لعب محترفين ثانيين ليثبوت، بس بتخاف تحكي يا زلمه، بتخاف تحكي قولها حاسدنا وانا عامل هيك، تعال على بطولة قوية ما عاد تشوفين اكثر ما يكون عمري بتعمل شيء انت لحالك تحكي عنه لحالك تعرف تصنف من عليك الشيء اللي عملته مو لانك تصير تحكي انا شو عملت انا شو ساويت جوا التمرين كنت عم استخدم EAA من شركة بي 1، طعم الكولا كتير طيب، فهلا كمان رح فرجيكم شو باخد بعد التمرين.
سكوب بروتين، 2 سكوب ايزوليت بيستاشيو، 2 سكوب كرياتين، 2 سكوب جلوتامين. لو كارب نو بانانا.